في سؤالين حقيقة خاصين بمسألة الطلاق. السؤال الأول، الأخت سائلة بتقول أنا كنت متزوجة وزوجي طلقني 3 طلقات وأنا متأكدة من كده، وبعد كده اتزوجت من رجل آخر، فلما طليقي عرف راح لأبويا وقال له إن أنا ما زلت زوجته وأن زواجي من الآخر باطل، فهل زواجي باطل أم لا؟ يعني هي اتطلقت 3 طلقات ولا كم واحدة؟ كم طلقة؟ 3 طلقات زي ما بتقول. طيب، واتجوزت الزوج الثاني بعد إيه؟ بعد العدة ما خلصت؟ هي ما ذكرتش كده بس. مظبوط، هي ما ذكرتش كده بس، يعني ممكن يعني يفهم من لا مش ممكن الكلام. ما هو اصل لو اتجوزت في العيد ده يبقى الزواج باطل. يبقى كلام الزوج صحيح. طب خلاص، هي يعني تبعت لنا بقى على الواتس يعني سؤال حضرتك يعني حضرتك. بس انا واضح من السؤال ان لا بعد العدة، لاني مستحيل تنتظر بعد العدة، او ربما فهمت الطلقة التالتة مش محتاجة عدة، فلازم نتيقن. لكن نقول الرأي الشرعي على الوجه الأصلي، إذا كانت هذه السيدة قد طلقت 3 من الزوج، وأقر الزوج وأقرت الزوج أن ده طلاق، ثم ذهبت واعتدت فتزوجت بزوج آخر، حكمها إيه؟ زواجها صحيح طالما العدة انتهت. ليه؟ لأني حتى لو طلقة أولى مش الثالثة، اتطلقها الطلقة الأولى وخلصت العدة، مش لازم الثالثة أهو. ها؟ راحت اتجوزت واحد، حكم جوازها إيه؟ صحيح. أصل مش لازم مش الزوجة تتجوز آخر، لازم الثالثة. لا، واحد طلق طلقة أولى مش عايز يرجعها، خلاص هو أحق بها في العدة. لما إذا خلصت العدة، لذلك الشرط لما ترجع للزوج ترجع بإيه؟ بمهر جديد وعقد جديد. ليه؟ لأنه جواز جديد بس ما بيلغيش الطلقة اللي فاتت، محسوبة في عداد طلقة. فعلى كل الوجوه، كل امرأة طلقت وانتهت عدتها فتزوجت، عادت إلى الزوج أو تزوجت آخر، زواجها صحيح مدام وفق الشروط الشرعية. فالزواج بهذا الشكل صحيح. هل بقى هو قالك سألت شيخ قال الطلاق مش واقع، بس انت أقريت وسبتها عدة كاملة لما اتجوزت جيت تقول الكلمتين دول؟ لا خلاص. ومسألة الطلاق التالت شيخ، أصلا فيها عدة برضو بعد الطلقة التالتة، مش كده مظبوط؟ طبعا. العدة الصالح عشان بس نفهم، للمطلقة طلاق رجعي أو بائن 3 قروء. خلاص، سواء القرء حيض أو طه، 3 حيضات أو 3 طهرات بعدها خلاص. طب ده الطلقه الثالثه ما ملهاش علاقه، وده اصل الناس متصوره ان العده، لان بعض الناس يقول لك ايه اصل العده دي عشان نعرف هي حامل ولا لا. لا، مش صحيح الكلام ده، مش صحيح. بعض الناس يتصور ان من عله العده ان تعرف هي حامل ولا لا. العده في الشرع من حقوق الله، ليست من حقوق العباد، ومش شرط عشان يا سيدي واحد ما بيخلفش واحدة ما بتخلفش اتطلق محتاجة عدة ولا لأ؟ لها عدة. لو الزوج مطلق لها عدة 3 قروء، لو ميت 4 شهور وعشرة أيام. بيخلف ما بيخلفش ملهاش علاقة. طب ما المتوفى أنا زوجه 4 شهور وعشرة أيام، اشمعنى مش 3 حيضات، مش 3 شهور، اشمعنى ليه؟ لأن ده حق لله عز وجل العدة. وليس الزوج يقول لك والله انا كريهة تغور تتجوز اي بلوى غيري مثلا، يعني مش بحقك مش بتاعتك، تقول ده انا كرهاه ومطلقه، وانا يعني لو ما فيش في الدنيا راجل غيره مش هرجع له. برضه هي العده 3 قروء، ملهاش علاقه حب او كره، حمل او عدم حمل. العده حق شرعي هو من حقوق الله عز وجل، فعلى الانسان ان يلتزم به.